برعاية مؤسسة الوديان التنموية الخيرية، أقام مركز الرحمن لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عميق بجردان في محافظة شبوة حفلا تكريميا 17 حافظة لكتاب الله. وفي الحفل هن مدير مركز الرحمن لتحفيظ القرآن الكريم الشيخ هادي الصلاحي الحافظات لكتاب الله بهذا التكريم، مباركا لهن ولآبائهن الذين يشهدون هذا الحفل وهذا الإنجاز، موجها الأبناء والبنات بتعهد المساجد والانضمام لحلقات تحفيظ القرآن الكريم لما في ذلك من رفعة وجاه وحفظا لهم من السير في الطريق غير الكويم. نحن في مركز الرحمن، هذه هي الدفعة الرابعة بإذن الله عز وجل، حيث وصل عندنا عدد الحافظات إلى 53 حافظة، وعندنا بإذن الله دفع قادمة ستأتي والثمرة مستمرة، ومركز الإقراء بالسند سيأتي قريبا، فندعو أهل الخير إلى التكاتف والتعاون معنا في هذا المركز. من جانبه عبر صالح بن سريع مدير مؤسسة الوديان عن سعادته بهذا التكريم لحافظات كتاب الله، معتبرا أن ذلك التكريم واجب على الجميع تجاه هذه المحافل الدينية والعلمية. الوديان منذ أن تأسست وهي تدعم هذه الحلقات القرآنية ومدارس التحفيظ في هذه المنطقة، وقد رعينا أكثر من حفل. بدورهم أشادوا أولياء أمور الحافظات بجهود مركز الرحمن في تربية أبنائهم وبناتهم وتعليمهم العلم النافع في الدنيا والآخرة. نشعر بالفرح بهذا التكريم وهذا التتويج مناسبة ختم القرآن الكريم لابنتي. أقول لمركز الرحمن عليه أن يجتهد أكثر في استقبال عدد من الطلاب والطالبات. وتخلل الحفل قصيدة شعرية ومسابقة ثقافية نالت استحسان الجميع. وتعد هذه الدفعة الرابعة من حافظات كتاب الله تعالى، ليبلغ عددهن 53 حافظة لكتاب الله، ولا يزال المركز يواصل عمله رغم شحة الإمكانات. حسن البريكي لقناة سهيل من محافظة شبوة.